جان بطل يبغى اختار عليه تموت حط اختار ناس البي ما تقدرش بحث نحط عليه اختار ايش الكلام لي فيه نقول زوز كبار حتى كحبينا البيس عشنا البيس بزوز كبار يبغى اختار عليه تموت حط اختار ناس البي ما تقدرش بحث نحط عليه اختار ايش الكلام لي فيه نقول زوز كبار حتى كحبينا البيس عشنا البيس بزوز كبار بيس بزوز كبار باهي ما نسيناش ملي كنا فروخ صغار خايب ما حكيناش رجلا نبيعو في الافكار مخي في الانتاج لغة وانتي اللي تختار نقيسو باللي صار نقيسو بالافعال باللي بقى ولي ما حبش بيس نقيسو بالارطال مخ كتار ما يتشدش وحدي الكلمة اللي تتقال كي تتقال ما تتشدش مخي زابي في السقام قص النار ما تتهزش نار ما تتفضش دار ما تتمسش عندي مخي دار في افكار ما تتمسش يعرفوني نكبش يعرفو كتددش نار لي قدرك طاح كل بلار ما يتقدش يبغى اختار عليه تموت حط اختار ناس البي ما تقدرش بحث نحط عليه اختار ايش الكلام لي فيه نقول زوز كبار حتى كحبينا البيس عشنا البيس بزوز كبار يبغى اختار عليه تموت حط اختار ناس البي ما تقدرش بحث نحط عليه اختار ايش الكلام لي فيه نقول زوز كبار حتى كحبينا البيس عشنا البيس بزوز كبار فخخ من الحيطة ترسين ضبعي ما تخسرش سخون العرس اللي يتمزين مخك ما تحصرش تربي الفكرة اللي تستصين غابة فوق الفرش الذيبي بيت الليلي مصيد تخرج لغة تلقى عبيد مشيت مخك يستدعاهم مش تلقاهم ما عملوش حساب اللي غلطوا معاهم اليوم تراهم متاكين حذيك شوك بيهم معاهم غدوة تراهم متعدين حذيك متنجمش تراهم متنجمش تراهم بولي تحب دراهم نسمر في الكذابة والطحانة تمشي وراهم نهار لي تحكي صحيح تخرج لنا ظلم مخي بلاسيد حرق قلبي كنا بولن دورش ترسمين مخي دار بالبيسين حوما نفكوا في تردوار من اللي صار لليمين تحب تفك اخضر بالحكين بالدكين حتى كين مخك حار جيب افكار علي زين صحة شريبتك والناس الكل راحت روحت في الزيج سواء بدري كتير تعبت بطاجية تعبت كتير راحت برشا عن السيد ما انت عموش وقت انت عام كيف راح عم اكوان يعني ولا مش بيدي شو بيدي حكي ياك ليك انتو انت خلصت عم تعادي خلص ما قبلش عم تستنى عاد تبيع الحكاية وحبيت كما قول بيك شعراوك العبيد اللي بطاجية العبيد اللي عام حتى تكلم عبيد حابب كونتاكتي بالدار عبيد حابب تبعث لا المشكلة دي انا ما خرجش نخرج تليفوني خرجت مخرج شوية وهو ما يكمل نص ساعة دون فضل نقع نروح بحكم نهار جمعة وبعد سبت واحد اللي كانت ماخذ نوش يعني نهار الاثنين ولا يكون في الموضة كنت حسابت لهنا يعني برامو مش نقطة سيدي مستنى حتى يشوف ضيوف هالكون في الموضة مش عارف نعرف كل ناس ناخذ تليفوني ونرجع نكون نكتب ونتحرك. Yeah, pretty good.